كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس حصلت على المركز الأول أو المراكز الأولى في المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن محافظة القاهرة. هذه المبادرة تم إطلاقها في كل محافظات الجمهورية تحت إشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وده بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27. الهدف من هذه المبادرة هو إبراز المشروعات الخاصة بالبعد البيئي وتغيرات المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة نهى دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس اللي منورانا. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح النور. يا أهلا بحضرتك. أهلا بيك. في البداية طبعا ألف مبروك وصولكم على المراكز الأولى في هذه المسابقة عن محافظة القاهرة، وعايزين نعرف إيه المشروعات اللي أنتوا قدمتوها. إحنا قدمنا مشروع عبارة عن نموذج تطبيقي لمبادرة التحضر الأخضر في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رعايته. إحنا قلنا 6 نقاط اللي في المبادرة، إزاي إحنا نوصل الوعي للمواطن العادي يفهم يعني إيه مبادرة التحضر الأخضر. ففيها كل التقنيات الخاصة بإعادة استخدام المخلفات، إعادة استخدام المياه، ترشيد استهلاك المياه، ترشيد استهلاك الطاقة، تدوير المخلفات بجميع أنواعها. في مكون خاص تكنولوجي بيجمع المخلفات بطريقة تقنية، بيدي شحن على الموبايل لو الطالب حط المخلف، لو سواء ايوه انا عايز تفاصيل المشروع بالظبط. يعني احنا اول حاجه اول ما بندخل، هي وحده انشئت في جامعه عين شمس طبعا بدعم رئيس الجامعه الدكتور محمود المتيني، وانشئت وافتتحت من 2021. كانت فكره يعني ما كانتش مطبقه في اي جامعه اخرى، فكره حديثه جدا. ازاي احنا ننشر الوعي بالمحافظه على البيئه وطبعا وبظاهره التغير المناخي. اول حاجه الطالب بيدخل كل مخلفات بنجمعها بطريقه الكترونيه، الطالب بيدخلها بلاستيك وكانز في وحده اسمها كان بوكس، بتدي له بعد كده محفزات زي شحن على الموبايل، بيجي له نقاط نتيجه كل ما يحط مخلف خاص بيه يجي له نقاط على الموبايل. ده جميل، فده بيساعده جدا. واحنا بناخد كل المخلفات المجمعه دي ندخل نفصلها داخل سير فرز داخل الوحده، طبعا اللي بيشتغلوا فيها طبعا هي مشروع تنموي يخدم المراه كمان اكتر، يعني بيشتغلوا فيها تقريبا 50% ده بعد اخر مهم مراه بالظبط. بعد الفصل بيروح بقى كل مخلف للمكان بتاعه، هي اكتر من وحده، وحده خاصه بتدوير البلاستيك بتحولها الى فايبر. الفايبر ده يعني بره بيتباع مثلا 250 جرام ب 100 دولار، احنا هنا ما بتوصلش 10 دولار يعني، فاحنا احنا بنفصل بس لانه التصنيع ده قصه ثانيه. لا احنا بندوره، عملنا ماكينات بصناعه محليه احنا صنعناها بتكلفه صغيره جدا تقريبا يعني تلت تكلفه لو مصنع كمان مصنع معدات داخل. انا بحسب داخل الموضوع مقتصر على الفكره فقط او على الاقل الفرز. لا ده احنا بندور كل مخلف يعني البلاستيك بيتحول الى فايبر، الفايبر ده بيدخل فيه صناعات التسليح الاراضي الارضيات المختلفه، بنعمل عليه تجارب في كليه الهندسه عشان نعرف قد ايه هو يستحمل داخل الاسمنت وهكذا. بمكون احنا بنستخدم في الاسمنت وبيحصل ميكسنج معاه، لكن بيجي مستوى من الخارج، احنا بنحاول نعمله صناعه محليه مع طبعا سعر الدولار وارتفاعه وهكذا. تاني حاجه وحده خاصه بالكنز، بنكبس الكنز بنحولها الى نحاس، والنحاس ده بيروح لمصانع النحاس وبيعيدوا استخدامه. مفيش اي حاجه بتدخل غير تعاد استخدام. مصانع نحاس؟ لا ما عملناش صراحه. عندنا وحده تدوير ورق، الورق مشكله في الجامعه كلها طبعا، عندنا يعني 100 طن ورق في السنه، هنعمل فيه ايه داخل جامعه عين شمس؟ وبالتالي احنا بناخد الورق بندوره بنطلعه شنط ورقيه، كروت، ورق للطباعه، يعني بنعمل حاجات كتير جدا داخل الوحده، وحده تدوير ورق كامله، وبنستخدم الميه دي بندورها وبنعيد استخدامها في ري الحدائق اللي موجوده. وحده خاصه بالمخلفات العضويه من المطاعم ومن الاكل البغباقي سندوتشات الطلبه وهكذا، بتدخل في وحده تطلع بايوجاز، والبايوجاز ده لسه هنوصله بقى ان شاء الله المطاعم الموجوده تستخدمه. يعني احنا بنحاول ان احنا ما فيش حاجه مفقوده، وكل مخلف قدر تستفيد منه، المخلفات دي ثروه تستفيد منها. مش صحيح. مش مشكلة. عندنا برضو الفيرمو كومبوست، هي وحدة تنتج سماد عالي الجودة بيستخدم في تسميد الأراضي في الجامعة كلها في الحرم 1 وحرم 2، وده بنعمل عليه برضو تجارب داخل كلية الزراعة لمعرفة جودته وحاجاته. كل الوحدة بتشتغل ازاي بقى؟ بتشتغل بطاقة شمسية الصبح، وحدة طاقة شمسية متغطية الوحدة، وحدة طاقة شمسية، وبعد الظهر بدورة رياح طاحونة هواء، احنا عاملينها كلها من مخلفات، من براميل، دي برضو فكرة كانت مبتكرة، استخدم البراميل القديمة كلها اعمل بيها ويند ميل، بتشتغل بالليل والطالب ممكن يشحن الموبايل منه، والوحدة كلها بتشتغل باستخدام الطاقة الشمسية. فكده يبقى احنا عندنا كلوز سايكل، وحدة مغلقة، بنوفر مية ونوفر طاقة وبنستخدم ترشيد استهلاك المية والطاقة. يا دكتورة أنا منبهر باللي حضرتك بتقوليه، لأن كنت أعرف إن الجامعات بتخرج أبحاث فقط. لا لكن احنا عندنا
وحدات للتصنيع داخل الجامعات وكلها صديقة للبيئة. بالضبط. فده مجهود كبير جدا. هنكمل كلامنا مع حضرتك، لكن خلينا نروح نشوف جولة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. أجرت جولة امبارح، جولة تفقدية في مدينة شرم الشيخ لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالترتيبات اللوجستية لعقد مؤتمر المناخ، ده بالإضافة طبعا إلى متابعة إجراءات تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء. في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27، جاءت زيارة وزيرة البيئة الميدانية لمتابعة أعمال حملة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمحمية راس محمد. احنا بنجمع النفايات دي، حملة نظافة في محمية راس محمد. طبعا محمية راس محمد فيها نباتات وطيور وكائنات بحرية، كل الكائنات اللي فيها مهمة جدا، ومكان عالي جدا، درجة الحساسية بتاعته عالية جدا، فإن احنا نرفع عنه الأضرار بتاعت النفايات أو المخلفات البلاستيكية وغيرها، دي حاجة مهمة جدا للبيئة. احنا في محمية راس محمد علشان نحافظ على البيئة من ان الحيوانات تاكل البلاستيك او يخنقها او كده. وبالنسبه لنا احنا في حيوانات زي الطيور والاسماك وكده، لو اكلت البلاستيك ده ممكن يتفتت في جسمها، وبالتالي احنا ده غذاء لينا احنا، فاحنا ده هيضرنا احنا لما نيجي ناكل حاجه زي كده. وفي إطار العمل على دمج الشباب وفئات المجتمع المختلفة بالعمل البيئي، شهدت الزيارة مؤتمراً صحفياً للإعلان مدينة شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيكية. طبعاً النهاردة كان اليوم اللي بنعمل فيه المؤتمر الصحفي لإعلان شرم الشيخ مدينة خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكان ده بناء على قرار سيادة المحافظ شهر 6، ولكن ابتدينا في شهر 12 اللي فات نفكر ازاي نقدر ننفذ ده في مدينة شرم الشيخ في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ. كان في خطوات كتيرة لازم نبتديها، أول خطوة ان احنا نعد البرامج التعريفية وورش العمل والتدريب، نمرة 2 نكون الفريق الخاص بالمتطوعين، 3 نعرف ايه هي البدائل، لان انت ما ينفعش تمنع حاجة بدون ما يكون ليها بديل، والبديل ده يكون ليه اسعار مختلفة ومنتج مختلف، وده اللي احنا اشتغلنا عليه في اول 6 شهور لغاية ما سيادة المحافظ مشكورا طلع هذا القرار. بدعم من المحافظة عرفنا ان احنا في خلال 8 اسابيع اللي فاتوا باولاد محافظة مدينة شرم الشيخ ان احنا من الجمعيات الأهلية نبتدي في توزيع 10,000 كيس من أكياس القماش على مختلف المواطنين على المحلات، بحيث ان هم نستبدل الأكياس البلاستيكية، كل واحد يبقى معاه شنطة قماش يقدر ينزل ان هو يعرف ان هو يستخدمها. ووجه كل الشكر والتحية للدكتورة ياسمين، في الحقيقة ما كان لنكون فيه حاليا الا بإيمانها واعتقادها ان فعلا لازم هذا الموضوع ينجح. يمكن دي كانت ان انا اصدرت قرار ومنعت المحلات من استخدام البلاستيك وكل الكلام ده كله، انما بدعمها بالتفكير بالاعداد المطلوب اللي هي بدات تخطط ليه، زي لازم نعمل توعيه، لازم نشوف البديل ايه، لازم الكلام اللي هي حضرتها شرحته يمكن على المنصه، الكلام ده كله ساعد واسهم في ان احنا نعلن مدينه شرم الشيخ النهارده انها خاليه من الاكياس البلاستيك الاحاديه. الحمله دي بدات من حوالي 8 اسابيع، شهرين. كان الهدف الرئيسي فيها هو دعم سياسة منع الأكياس البلاستيكية وأحادية الاستخدام في شرم الشيخ. ده بيجي في ضوء التحضيرات لمؤتمر المناخ كوب 27، وفي نفس الوقت ده ضمن إنجازات وزارة البيئة مع المحافظة في جعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تزامنا مع عقد مؤتمر المناخ. الحملة تهدف إلى منع استخدام الأكياس البلاستيكية كوسيلة للحد من التأثيرات السلبية لها وتجنب أثارها الشديدة على التنوع البيولوجي في شواطئ البحر الأحمر وضمان استعداد السوق لتنفيذ هذه السياسة. القضية في الأول هي قضية توعية، إن الناس تعرف زي ما شفنا الأكياس البلاستيك وخطورة الأكياس البلاستيك الموجودة، وللناس بتاخدها بزيادة من أي سوبر ماركت كده، بيشتري أي حاجة فتلاقيه عمال ياخد في أكياس بلاستيك، وفي الآخر بيرمي هذه الأكياس واللي بيولع فيها في الشارع، والأكياس اللي بتنزل في المية في البحار والمحطات، كل ده مضر، كل ده إحنا بندفع فاتورته للأسف. استبدالها بإيه زي ما شفنا؟ بالاكياس الورقيه. فاحنا لما نيجي نتكلم عن التوعيه، جامعه عين شمس والدكتور نهى كنا لسه بنتكلم دلوقتي واحنا بنتفرج على التقرير، كانت بتتكلم على ان عندهم مبادره مهمه جدا اسمها سفراء المناخ.
فلو تكلمين حضرتك عنها بالتفصيل. سفراء المناخ احنا عملنا مقابلات كتير شخصيه، وانتقينا مجموعه من الشباب ومن ممكن يكونوا حاصلين على ماجستير او دكتوراه او شباب شغالين في وزارات مختلفه، عملنا انترفيو ليهم وبقينا ملهمين، ويطلعوا سفير المناخ بياخدوا 28 ساعه تدريبيه لمده اسبوعين على المنصه بتاعتنا، وياخدوا ساعتين كل يوم ونديهم كل حاجه، فكره عن التغير المناخي، اسبابه، الظاهره، الاحتباس الحراري، التاثيرات على القطاعات المختلفه، وكمان التكيف والتخفيف، اخبار يعني ايه المشاكل بتاعته، ازاي احنا نطبقه في مصر، ويعملوا مشروع تخرج خاص بيهم. طبعا مجموعه متنوعه جدا من الاعلاميين ومن الباحثين ومن وزارات يعني مختلفه. عندكم مصانع وعندكم اعلاميين. عندنا اعلامي المناخ كمان. ايوه بالظبط. فهي دي كانت مبادره جامده يعني كويسه جدا، الفكره مبتكره موجوده عندنا في الكليه مع البرنامج التطوعي لمليون شاب تطوعي وجمعيه اهليه، هي يعني هي عن طريقها بيجي المتطوعين دي كلها، واحد يبقى شخص ملهم يقدر ان هو، كنا عاملين يعني كان المبدا بتاعها ان احنا ندرب 5000 واحد وكل واحد يدرب 200 واحد، يبقى احنا كده وصلنا لمليون شاب سفير مناخ. وتدريب واحنا وصلنا لغايه دلوقتي حوالي 3800، يعني قربنا ان شاء الله، احنا كنا عايزين نعمل 5000 قبل مؤتمر المناخ ان شاء الله. طيب. بحيث ان هم يمثلوا مصر في مؤتمر المناخ. عظيم. كل ده التدريب ده بيبقى جوه الجامعه. التدريب جوه الجامعه. طيب بالزبط. هم اتدربوا خلاص بعد كده بيطلعوا بعد بره؟ بعد كده كل واحد هيدرب 200 واحد، هو هيدرب في مكانه بقى، يعني مثلا في عندنا مدرسين في وزاره التربيه والتعليم، في عندنا في وزارات المختلفه. هو هيدرب ويعمل معانا كل تدريب، واحنا بنشرف على التدريب بتاعه، هو يعتبر تي او تي مدرب اساسي، هو يدرب 200 واحد، يبقى كده انا نشرت الوعي داخل مليون مواطن في مصر. هو التجربه دي حصلت في انجلترا في كوب 26 وكانت مفيده جدا، وعملوا عرض في كوب 26، فاحنا ان شاء الله نعمل لهم سيشن خاصه بيهم في كوب 27 ان شاء الله، ويعرضوا مشاريعهم ويعرضوا تجربتهم ويفضلوا معانا بقى في اي مبادره. هم برضو عاملين لنا مبادره خالي من بلاستيك، حرم خالي من بلاستيك داخل الجامعه، هم بيساعدونا فيه، فهم خلاص عندهم كل التقنيات الخاصه والمعلومات اللي هي تقدر تفيدهم في يبقوا ازاي هم اشخاص ملهمين ومدربين يعني. فان شاء الله دي عملنا برضو بالنسبه للافارقه، يعني احنا مش ما يعني ما اقتصرناش على مصر، عملنا افارقه حوالي 1000 افريقي من 50 دوله افريقيه مع اتحاد الجامعات الافريقيه، ودول معانا برضو ان شاء الله في سيشن، لان مصر بتمثل الصوت الافريقي في كوب 27. وعندنا سفير المناخ الصغير من الاطفال. طيب. مدارس خاصه ومدارس كمان. حكوميه. طيب كان اطفال كان منهم يعني شغف، انا انبسطت جدا في تجربه الاطفال بصراحه. ده محتاجين نتكلم عنه بقى بالتفصيل في توعيه الاطفال بخطوره التغيرات المناخيه، لكن خلينا نروح سريعا الى شرم الشيخ ونتابع الاستعدادات هناك مع زميلنا رامي محمد. صباح الخير عليك يا رامي، ايه اخر الاستعدادات عندك؟ صباح الخير عليك شاذلي، صباح الخير على كل متابعي صباح الخير يا مصر من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام والأمل، في إطار تأهب المدينة لانطلاق فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 الشهر المقبل. بنتكلم عن أكثر من 30 مشروع، ما بين مشروعات جديدة إنشاء ومشروعات أيضا رفع كفاءة وتطوير، وعدد من المبادرات الكبيرة الخاصة بجعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة، منها مبادرات الحد من الأكياس البلاستيكية أو منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. بنتكلم كمان على عدد من الجولات التفقدية والميدانية هنا لمجموعة من الوزراء في شرم الشيخ للاطمئنان على آخر الاستعدادات ووضع اللمسات الأخيرة على كافة ترتيبات مؤتمر المناخ كوب 27. وكان في بدايتها زيارة لوزيرة البيئة دكتور ياسمين فؤاد، تفقدت خلالها عدد من المواقع منها محمية رأس محمد وعدد من الشواطئ، والمشاركة في الحملة الخاصة بمنع الأكياس البلاستيكية لخطوراتها على البيئة هنا. وأيضا بعد هذه الحملة التنظيفية والتجميل لمحمية رأس محمد وأيضا لعدد من الشواطئ، كان هناك تفقد من الوزيرة لمواقع الخاصة بمؤتمر المناخ، تفقدت قاعة المؤتمرات، بعدها المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء، والمعروف ان المنطقة الزرقاء هي اللي هيكون فيها الفعاليات الرئيسية والمنطقة الخضراء هي اللي هيكون فيها الفعاليات الموازية لمؤتمر المناخ. وكان ايضا هناك زيارة لوزير الصحة، تفقد خلالها عدد من المواقع الصحية والطبية هنا في شرم الشيخ للاطمئنان على جاهزيتها وايضا رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال فعاليات مؤتمر المناخ والتواجد بها والمشاركة بها. ايضا كانت هناك زيارة لوزير الاتصالات في عدد من المنشآت الرقمية هنا والذكية، والتي يعني تتأهب للتحول إلى الجانب الرقمي والعمل وفقا للأنظمة الحديثة والتكنولوجية والرقمية وأيضا الذكية، منها مجلس المدينة، قاعة المؤتمرات، والاطمئنان على كافة الأمور المعلوماتية هنا في مدينة شرم الشيخ.
مبتلى هذه الزيارات وحالة التفقد هي مشاركة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة لوزيرة البيئة في إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة أول مدينة سياحية خالية من الأكياس البلاستيكية. الجميع هنا على قدم وساق مستعد لاستقبال فعاليات مؤتمر المناخ. عودة إليك مرة أخرى. طبعا بنشكرك رامي، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، ونرجع نكمل كلامنا مره تانية مع الدكتوره نهى. كنا بنتكلم معاها قبل ما نروح لرامي عن مشاركه الشباب ومشاركه الاطفال كمان وتوعيه الاطفال بخطوره التغيرات المناخيه. هو كل طفل احنا ادينا له شهاده سفير مناخ، هو سفير في مدرسته، يقدر يعمل تدوير مخلفات في مدرسته، يحافظ على البيئه، يحافظ على نظافه المدرسه، بس كمان يقدر يعمل نشاط، هيعمل نشاط داخل المدرسه. واحنا يعني بننادي ان يوم يعني في المدارس يطبقوا اللي هو يوم النشاط اللي كان معالي وزير التعليم قال عليه، ممكن يدخل فيه جانب كبير جدا على البيئه والمحافظه على البيئه. ممكن زراعه الاسطح، احنا عندنا برضو داخل الوحده هيدروبونيك واكوابونيك، زراعه الاسطح موفر 80% من استهلاك الميه، وزراعه الاسماك، وده ممكن يتحط في الاسطح، اسطح المدارس يتحط في البلكونات، يتحط في المنازل، فده ممكن التلميذ يعمله داخل ما في عندنا حصه زراعه او كده، ممكن يعمله داخل مدرسته. فطبعا لا انا بصراحه كان يوم يعني انا شفت افكار جميله جدا من الاطفال يعني. طيب دكتوره حضرتك عديتي في كلامك سريعا كده عن ابلكيشن، عن ابلكيشن على الموبايل، عايزين نفهمه اكتر بالتفصيل. عملنا يعني كمان بنستفيد منه ايه بالظبط؟ احنا الفرد مساهم في البصمه الكربونيه. ايه البصمه الكربونيه؟ مقدار الانبعاثات الكربونيه اللي تنتج من الفرد من ممارساته المختلفه اليوميه. وبالتالي ناس كتير قوي فاكره ان المؤسسات والمصانع بس هي المساهمه، لا الفرد مساهم كمان، سواء كانت داخل منزلك انت بتستهلك طاقه قد ايه، بتستخدم طاقه جديده ولا لا، انت بتستهلك ميه قد ايه، زي مثلا الكتل بتملاه كله عشان تعمل ولا بتملاه نصه، او في حته طبعا ارشادات احنا بنديها داخل التطبيق للفرد وهو بيتعامل، لان الانسان مش عارف هو بيتعامل وبيستهلك طاقه. يعني انا على سبيل المثال حضرتك بتتكلمي دلوقتي لو زودت الميه في الكتل عن مثلا عن معيار كوبايه الشاي كده انا بزود البصمه الكربونيه. طبعا بنحسبها وبنزودها، الغسله بتاعه الغسيل، كل حاجه، كل حاجه، غسيل اطباق، غسلت الملابس، هل انت بتستخدم الشراء بتاعك، هل بتشتري منتجات ينفع تدويرها ولا بتشتري حاجات كلها بلاستيكيه، بتزود في لو حرقها بتزود في الانبعاثات، كل ممارساتك، بتركب عربيه خاصه ولا بتركب مع اكتر من فرد ولا بتركب مواصلات عامه، كل ده وقود احفوري بتحرق وانت مش واخد بالك منه. هل بتعمل زراعه عندك عشان تقلل من ثاني اكسيد الكربون والانبعاثات وتمتصها وتزود ثاني اكسيد، تزود اكسجين، انت بتعمل ايه ممارستك اليوميه؟ الانسان مش عارف هو بيعمل ايه داخل منزله. وبالتالي احنا بنحاول ندخل كل حاجه وبيطلع له بصمه كربونيه، نقارنها بالستاندرد العالمي الموجود، ولقينا طبعا في 5 أضعاف في مصر وست اضعاف، الناس كلها سفراء المناخ، او الاول ناس تجربنا معاهم كانوا سفراء المناخ، فابتدينا هم نوجههم داخل التطبيق اعمل ايه عشان تقلل بصمتك الكربونيه. وهو بعد ما يدخل تاني بيانات يعرف بصمته الكربونيه قلت بنسبه بيقيس كل قد ايه مثلا؟ بيقيس انت ممكن احنا بنعمله كل شهر بس انت ممكن تدخله يومي، ممكن تدخله شهري، ممكن تدخله سنوي، احنا بندي افرج يعني عشان ما يبقاش متعب، كل شهر بتبتدي تتابع بصمتك الكربونيه قلت ولا ما قلتش. وفي ناس قاست قبل، في ناس قاست وفي ناس قللت. احنا سفراء المناخ معانا قللوا ما عرفوا المشاكل اللي موجوده، واحنا بندي لهم ريكومنديشن طبيعه اكلك. يعني تتوقع مثلا ان تفاحه بتاكلها، التفاح ده والمستورد بيركب طياره بيستهلك وقود احفوري يعني وبتيجي، فكل ده يعني في حاجات الانسان مش واخد باله منها يعني. صحيح. كتير يعني، فاحنا حاولنا ده بقى بيرفع الوعي، احنا بنشرح له ده ليه وده بيزود قد ايه. فده لو المواطن العادي بنعمله بلغه سهله جدا وبسيطه بلغه عربيه، هو موجود على فكره مش اختراع، هو موجود في العالم، في كندا وفي اوروبا وفي امريكا واستراليا بس باللغه الانجليزيه والناس بتستخدمه، لكن احنا اول مره يتعمل تطبيق باللغه العربيه وفي الشرق الاوسط بطريقه مبسطه للمواطن العادي يقدر هو يستخدمه. كل اللي حضرتك ذكرتيه ده موجود في المشاريع بتاعتكم؟ موجود مشاريع في الكليه بالظبط. في منصه تعليميه برضو عملناها مع وزاره الاتصالات برضو، ان شاء الله اي مواطن عادي ممكن يدخلها وفري مجانا، يدخل 4 أسابيع يدرس اونلاين بكل حاجه وفيديوهات وشرح وكله، ويطلع واخد دوره في التغير المناخي برضو تفيده يعني. ودي برضو عملنا مقرر للاندر جراديويت للطلبه قبل ما يتخرجوا لازم ياخدوا مقرر عن التنميه المستدامه والتغير المناخي، بحيث هو بعد كده ما يروح لسوق العمل يبقى فاهم هو بيشتغل ايه وبيعمل ايه يعني. حاولنا، هي اهم حاجه زي ما حضرتك قلت يعني الوعي، زي دورات الكمبيوتر اللي كنا بناخدها كده بالظبط، اجباري بالظبط، اجباري هو لازم يطلع محو الاميه الكربونيه، محو الأمية الكربونية، اللي انت عايز تعمل محو أمية خاصة بالبيئة، بالمحافظة على البيئة، زي خلاص بقت حاجة أساسية، ما بقتش دلوقتي رفاهة، زمان كانوا بيقولوا المحافظة على البيئة دي حاجة رفاهية، لا دلوقتي هي أساس الحياة، هي بتأثر أصلا في الآخر للأسف اللي بيأثر فيها هو الإنسان واللي بيتأثر بيها هو الإنسان، فبالتالي أنت لازم تحافظ على جودة الحياة للإنسان اللي موجود. صحيح، والمشروعات كمان مش موجهة فقط للمصريين زي ما حضرتك قلت، كمان للأفارقة. عندنا النهاردة إن شاء الله كمان العرب، يعني احنا النهارده عندنا مؤتمر ان شاء الله في الكليه مع جامعه الدول العربيه والاتحاد العربي للتنميه المستدامة،
كلمه عن مع التعافي الاخضر، ومعانا حوالي يمكن 20 دوله عربيه، يمن والجزائر والعراق وسوريا يعني عندنا اكتر من دوله، السعوديه والكويت والامارات، عندنا اكتر من دول. احنا ان شاء الله كوب 28 هيتعمل في الامارات ان شاء الله السنه الجايه، فاحنا جاي يعني معانا خطه خاصه بالدول العربيه كلها للتعافي الاخضر النهارده ان شاء الله في كل. طيب ده عظيم جدا. رأي الإخوة الأفارقة والعرب إيه في المشروعات اللي أنتوا قدمتوها وفي التطبيقات اللي إحنا عملناها؟ هو نفسهم، هو الأفارقة كمان عايزين يعرفوا إيه استراتيجية مصر في 2050 للتغير المناخي، ومصر بتعمل إيه، وبيتعلموا مصر شقيقة كبرى ليهم، وبالتالي هم عايزين يعملوا ده في بلدهم ويطبقوه، وابتدوا هم يتناقشوا معانا وياخدوا خبرات مصر في هذا المجال، سواء كانت كل مشاكل التغير المناخي، وبالتالي لا بالعكس ده هم بيستفيدوا جدا وبيتناقشوا معانا في مشاكلهم. نفس الحكاية في كوب 28، عايزين نعرف إحنا عملنا إيه في كوب 27 ومع الإمارات وبنشارك معاهم حاليا، وعايزين ياخدوا برضه خبرات مصر في مؤتمر المناخ يعني ان شاء الله. عظيم. تقدم لهذا او هذه المسابقه حوالي 7000 مشروع. 7000 مشروع طلعوا من محافظات مصر المختلفه، في النهايه هيصفوا على 18 مشروع. 18 هيروحوا كوب ان شاء الله. ان شاء الله يكونوا موجودين منهم باذن الله. يا رب باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب شفت المنافسه عامله ازاي، او هل في مشروع من المشاريع اللي مش خاصه بيكم بقى اللي انت حسيت ان هو مشروع مهم او كنتوا ممكن تفكروا فيه او كده؟ طبعا في مشاريع حلوه جدا. يعني في مشاريع كويسه جدا وهي كلها مشاريع تطبيقيه وتفيد طبعا في ظاهره التغير المناخي في الحفاظ على البيئه. وكمان احنا كانت المسابقه جميله انها فيها اربع مكونات، مكون تكنولوجي، مكون استدامه، ان المشروع ده مستدام ايه اللي هيخليه مستدام، مش مشروع بس دلوقتي ويقف، فانت ازاي تشرح ان المشروع ده مستدام يقدر يجيب دخل ويقدر هو يقوم نفسه بنفسه، فدي مهمه جدا. مشروع هل هو يخدم المراه، احنا عندنا زي ما بقول لحضرتك ان احنا عندنا مجتمع يا مراه المعيله ممكن تستخدم الهيدروبونيك والاكوابونيك، واحده ما تزيدش عن 5000 6000 جنيه تحطها في بيتها يجي لها عائد، تزرع حاجات نباتات عطريه تزرع بتجيب لها عائد في خلال 3 شهور بيجي لها العائد بتاعها. فكويسه جدا. الشاب خريج التخرج حديث التخرج ان هو يقدر ان هو يلاقي فرصه عمل موجوده كويسه جدا، وفي نفس الوقت تحافظ على البيئه وتديله دخل. احنا عملنا ذوي الاحتياجات الخاصه بنات فتيات سمو البكم، عملوا واشتغلوا فاشتركوا في معرض الزهور بنباتات مقاومه للكربون وزرعوها، وكانوا مبسوطين جدا وشايفين عندهم حاجه يقدروا يعملوها مناسبه لامكانياتهم. فهي ازاي هو يفيد المراه وازاي يفيد تمكين المراه، انتوا رايتوا كل الابعاد وتمكين الشباب بالظبط. فهي بالعكس هي مسابقه جميله جدا من هذه المشروعات. وان شاء الله تكونوا ضمن ال 18 مشروع ان شاء الله اللي هيعرض في المؤتمر. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا. الدكتوره نهى دنيا عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه شمس، شرفتينا يا فندم. شكرا، ميرسي خالص.